واحد بيقول شخصين اتجوزوا على الطائفة الأرثوذكسية ثم حولوا إلى طائفة الأرمنت. ما فيش طائفة اسمها الأرمنت، ده في بلد اسمها الأرمنت في الصعيد، لكن ربما يقصد طائفة الأرمن، طائفة الأرمن، فعشان هو صعيدي وغالبا قريب من بلدة الأرمن فافتكر في طائفة اسمها الأرمن. نهايته بيقول ثم انفصلوا، تزوجوا على الطائفة الأرثوذكسية ثم حولوا إلى طائفة الأرمن، ثم انفصلوا، ثم تزوج الرجل بأخرى على طائفة الأرمن ولكن ما زال يتناول في الكنيسة. الموضوع ده لازم يفحصه المجلس الكليريكي، يشوف لماذا انفصل ويتجوز على أساس ايه. كما ان طائفة الأرمن في أرمن أرثوذكس وفي أرمن كاثوليك، يعني مش كل الأرمن